بسم الله من الحاجات الجديده في ريفت 2017.1 ان انا بقيت اعرف اشتغل في البرسبكتيف، ان انا ممكن اعمل سيلكت العنصر فتبدا تظهر لي الدايمنشن، فاقدر اقول له لا مثلا اعمل لي موف للحاجه ديت، مثلا بدل 6200 خليها 6500، وهنا بدل 5300 خليها 4000. فبقى في امكانيه ان انا اشتغل من خلال الدايمنشن في البرسبكتيف، وده هيسهل شغل.